في نقطة مهمة جدا احنا يعني محتاجين ان احنا نتكلم فيها. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، انا بس عايزة اتأكد من زمايلنا في الكنترول، احنا معانا الاستاذ محمود بسيوني ولا؟ طيب النقطة المهمة اللي احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها ان الدولة المصرية دايما بتحرص على الاهتمام بحقوق الانسان والالتزام بالقوانين في كل مكان خاص بيها، وكمان الإفراج عن المساجين ومراعاة كافة الحقوق الخاصة بيهم. طب هيكلمنا أكتر عن هذا الأمر والموضوع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني. أستاذ محمود، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ آية، ازحت. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. لحضرتك طيب. طيب أنت طبعا عارف كويس قوي أن ملف حقوق الإنسان دي يعني من الملفات اللي ممكن بتشكل ثغرة لأعداء مصر بشكل أو بآخر، وفي نفس الوقت أن من الجانب الثاني في إشادات دولية بأن مصر فعلا بتحافظ على حقوق الإنسان. أنا محتاجة من حضرتك أن احنا نتكلم في الموضوع ده ونوضح أكتر للسادة المشاهدين هذا الأمر، اتفضل. طيب في الحقيقه يمكن يعني معلش هرجع للنقطه اللي حضرتك اثرتيها في البدايه عشان ادلل على حاجه بعد كده هتيجي معانا في وزاره الداخليه، اتفضل. المساله في نفس وزاره الداخليه هي مساله متكرره، لانه كل عمليه ارهابيه احنا بنستطيع ان نحبطها او بنعمل ضربات استباقيه للارهابيين بتبقى يعني عند مصر دلائل قويه بتشير الى هذا الارهاب، وبتقدر انها تظهر هذا دليل العالم، هم بيصابوا بالاحباط، بيصابوا بمشاكل ضخمه جدا، لان احنا بنثبت عليهم التهمه اللي هم بيحاولوا طول الوقت ان هم يتبرعوا منها ويهربوا منها. فلما ظهر نجاح العمليه اللي قامت بها الداخليه المصريه والنجاح العمليات اللي يمكن تقرير كمان القوات المسلحه المصريه عن العمليات اللي تمت في شمال سيناء والنجاحات اللي تمت خلال الفتره الماضيه، ده اصابهم بمشكله كبيره جدا، لانه جه بعد العمليه اللي هم قاموا بيها والشهداء اللي سقطوا مننا، فده خلاهم بقى عندهم مشكله في ان هم يواجهوا الراي العام بتاعهم، في نفس الوقت يقولوا لعناصرهم ان احنا لسه يعني ماسكين زمام الامور وقادرين ان احنا نتحرك، وفي نفس الوقت يبقى هم عينيهم على الراي العام الغربي اللي هو بيتابع المساله دي وبيحاولوا ان هم يصنعوا مظلوميتهم طوال الوقت، خاصه منظمات حقوق الانسان، لان هم عندهم نوعين من المنظمات. نوع من المنظمات هم بيشغلوا بشكل مباشر، ونوع تاني من المنظمات هم بيتجروا معاه بالمظلوميه بتاعتهم، وخاصه المنظمات اللي هي عندها موقف عدائي من مصر زي الهيومن رايتس ووتش والعفو الدوليه وغيره. فهم بيستخدموا المغالطات المنطقيه اللي هم بيحاولوا بيها يشوهوا اي انجاز حقيقي بيتم على الارض من جانب قوات الجيش او من جانب الشرطه، فبيحاولوا ان هم ينقوا نقطة صغيرة جدا ويحاولوا ان هم يوهموا الناس ان كان فيها كذب او محاولة يعني تلصيق الحقائق او شيء من هذا القبيل، ويبتدوا يروجوا ده عند لجانهم، اللجانهم بتقدر تبقى تنقله للمجال العام والواسع عن طريق بعض الاشخاص او بطريق بعض الاكونتات اللي هي مش واضح ان هي تنتمي لهذه الجماعة، فتقدر انها تروج مثل هذه المعلومات المغلوطة حوالين البيانات اللي بتصدر عن وزارة الداخلية عشان يشككوا في صحة ما تم بالفعل على الارض في سيناء. ودي مساله هم متابعينها بقالهم فتره، لانه يعني لما بتنجح القوات المسلحه المصريه في احباط عمليه او في يعني اسقاط ارهابيين، هم بيبتدوا يعني يشعروا بالتوتر، ويبتدي اعلامهم يحاول انه يعمل يعني محاوله لتبرير المساله او محاوله ل يعني تغطيه هذه المساله بمجموعه من الاكاذيب المنطقه. ضرب المعنويات بقى في المقابل. بالظبط. لو جينا بقى لمسألة حقوق الإنسان، هو هنا في مسألة حقوق الإنسان بيحاول إن هو يعمل إشكالية لها علاقة بالمساجين، ويمكن يعني لو حضرتك متابعة كانت من بداية أزمة كورونا بيحاولوا إن هم يتكلموا على إفراج عن المساجين، وبيحاولوا يعملوا حملات دولية عشان إفراج عن المساجين، رغم إنه اللي هم بقى مش عارفينه واللي الأمم المتحدة تعرفه كويس إنه الداخلية المصرية عندها تعاون كامل مع الأمم المتحدة، وأيضا النيابة العامة المصرية برضه عندها تعاون كامل مع الامم المتحده فيما يتعلق باوضاع المساجين او فيما يتعلق بموضوع الوفيات داخل السجون. ده ملف وده ملف. الملف الاولاني مع وزاره الداخليه في تعاون مع مكتب الامم المتحده للجريمه ومكافحه انشطه المخدرات اللي هو المعني
في مساله المساجين، وبيقدر ان هو يعمل برامج مشتركه مع وزاره الداخليه عشان يعني يتابع الامر داخل السجون المصريه، خاصه وانه في عمليات تطهير بتتم، في اشتراطات، في بروتوكول للصحه العالميه بتطبقه، وفي خطوات محسوسة ودقيقة جدا على أرض الواقع بتتم. بس طبعا زي ما حضرتك قلت كده، ده من ضمن الخطط الخبيثة اللي بيسعوا ليها بشكل أو بآخر عشان يعني ضرب المعنويات وإحباط يعني كل ما تقوم به القوات المسلحة المصرية والدولة المصرية بشكل عام والشعب المصري أيضا يعني في مواجهة الإرهاب.